المرشح اليساري أويان تاؤما لا يعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية في البيرو وفقا للنتائج الأولية، في إشارة إلى تقدمه على منافسته اليمينية كيكو في جمهوري. حملة الاقتراع اكتملت، واعتبارا من 28 من تموز يوليو رئيس البيرو سيتحمل مسؤولياته وسيستمر في تقوية النمو الاقتصادي، وهذا النمو الاقتصادي سيكون المحرك الرئيسي للضمان الاجتماعي الذي يتوق له الجميع. أمالا أكد في خطاب ألقاه أمام أنصاره في العاصمة ليما عزمه تشكيل حكومة تشاور وطني لتحقيق تكامل اجتماعي أكبر في البلاد. أعتقد أنه سيحدث تحولا كبيرا، وهذا ما نريده لمواطني بلدنا. أويانتا أمالا يحقق تغيير البلد. النتائج الرسمية الأولية أشارت إلى فوز أمالا في الانتخابات الرئاسية بنسبة تجاوزت 50% مقابل 49% لمنافسته اليمينية كيكو فوجيموري.